هاد الفارماكولوج من 1976 عملت معمل جديد في 2017 عملت معمل جديد دبات النداء ديال صاحب الجلالة سور لو ريسيكلاج ديال البلاستيك فو ان انفيرونمون بروب. المعمل ديالنا تقام فوق 120 مليون ديال الدرهم، تنخدموا فوق 160 يد العاملة ديريكت وفوق 4000 يد عاملة انديريكت في الدار البيضاء وزيادة على مدن أخرى فوق الوجود حوالي واحد 14 ولا 16000 اللي خدامة في هذا الشيء هذا هما لي شيفوني تسموا لي شيفوني. حنا جد فرحانين للبناء اللي دار ديال سيدنا، جد فرحانين اللي تنساهموا في لا ديبوليسيون ديال البلاد ديالنا، وجد فرحانين اللي تنخدموا يد عاملة. إنما المشكل اللي عندنا هو عندنا اون كونكورونس كبيرة من طرف الآسيويين. الآسيويين تيصيفطوا للمغرب هاد الفيبر دو بوليستير بجوج ونص في المية ديال 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 دواء الدوان وإكزونوري من لي كوتاكس. حنايا إلا بغينا نجيبوا هاد القرعة هادي هاد القرعة من عند الآسيويين تنخلصوا 17.5% ونخلصوا عليها لي كوتاكس. حنا تنفضلوا وتنتجوا دابا لي ديشي ديال البلاد ديالنا، تنخدموا بلي ديشي ديال البلاد ديالنا باش نخدموا، وتنخدموا يد عامله كلها 100% مغربيه، وتنفتخروا بالمستوى فاش وصلنا فيه والجوده فاش وصلنا فيها. لانما حنايا صعيب علينا باش نديرو واحد لون كونكورونس لهاد الدول الاسيويه اللي عندهم واحد امتيازات كبيره. عندهم الكهرباء عندهم في بلادهم ب 33% نقص على المغرب، عندهم الكومبوستيبل 90% نقص على المغرب. بالنسبه حنا في المغرب تنستعملوا الفيول وهما تيستعملوا الشاربون. عندهم واحد اليد عامله اللي تتخدم في السواعد العمل اكثر من اليد من في المغرب اكثر من المغرب. عندهم لا لوجيستيك اللي الدوله ديالهم تتساعدهم كثير. عندهم خير الله ديال المساعده، وهذه المساعده تجعلهم يكونوا تمديدهم امباطابل. هاد المعطيات هادو دلينا بها للسيد الوزير مولاي حفيظ العالمي سي ان شامبيون سي ان بطل. هادي عطانا الناس ديالو، الناس لي زانجينيور ولي تكنيسيان ديالو اللي وقفوا وعندو الملف كله عنده واقتنع بالطلب ديالنا. انما المشكل وهو ملي مشى خرج في لا لوا دو فينونس في البروجي دو لوا فينونس خرج من 2.5 ل 17%. ملي مشى للبرلمان تنتفاجئوا بعد النواب اللي تعرضوا على الزياده ديال 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 دواء الدوان. حنا تنقولوا باللي هاد الناس هادو لو جاوا عندنا وطلبوا منا تفسير ديال ديال ديال, ديال هذا الشيء هذا لكانوا يكون هما تيحاميو علينا، هما تيدافعوا على الصناعه المغربيه، هما تيدافعوا على البيئه المغربيه. ولكن مع الاسف ودابا تنوجه واحد النداء اللي تنوجهوه وتنقولوا الله يجازيكم بخير. راحنا هذا المعمل هذا ولا المعمل الاخر اللي غادي يكون موجود اللي غادي يبدا ان شاء الله الرحمن الرحيم في لو برومي تريمست 2021، هاد المعامل هادو خصهم يتحماو. راه ما يمكن لهم شي يواجهوا
الصناعة الآسيوية بالامتيازات اللي عندهم ما يمكنناش نواجهوها. بغينا يتزادوا معامل وحد اخرين، بغينا تنطلبوا بالناس المستثمرين المغاربه وخاصه اللي في الميدان، ينوضوا يعملوا مشاريع، مشاريع ديال 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 اللي داخلين في هذا الشيء ديال البيئه بحال هذا النوع، عدد المشروع، لان غادي يحميوا بلادهم، مزيان. هاد لا قدر الله والمعمل ديالنا وقف، اش غادي يوقع؟ الصناعه الفلاحيه ولا الصناعه السياحيه ولا صناعه الصيد اللي خدامين هاد الصناعات، هاد الصناعات الثلاثه مخدمين الملايين ديال البشر، مدخلين مدخلين المغرب الملايير ديال الدراهم. لا قدر الله، هاد الصناعات كلهم غادي يمشيو بحالاتهم. حنا تنطلبوا من الناس اللي كانوا وقفوا باش ما يترفعش لو طو ديال الدوان، باش هما ينوضوا يساندونا ويطلعوا لو طو ديال الدوان اقل شي 30%. شوف اسيدي، هذه القاعه ديال الديشي، الديشي ديال القاعه عندنا اللي تنتريتيو، هادو سو سون دي بومب ا روتوردومون. هادو هاد القراعي سو سون دو بومب ا روتوردومون ولا ان تريزور اللي يمكن يدخل للمغرب لي ديفيز.